نعم، شكرا جزيلا. في الواقع يبدو أنها تتصرف بطريق أنها المسيطرة والمتمكنة، وأنها البلد الذي يرغب فيه حلف الناتو ويرغب فيه الحلف الروسي الجديد، وبالتالي هو مطلق اليد لكي يتصرف كما يريد في شمال العراق، في كردستان، في سوريا، وفي مناطق أخرى في المنطقة والإقليم. وبالتالي يعني بصراحة مؤلم جدا أن يسمح بهكذا عدد من القواعد العسكرية وهكذا تمدد داخل الأراضي العراقية في مناطق دهوك والعمادية وزافو ومناطق قريبة من الموصل حتى، بل أنه يبعد عن مركز الموصل ب 22 كيلومتر، وهو قريب أيضا من مناطق متصلة بأربيل ومتصلة بجبال قنديل في المثلث الحدود العراقي التركي الإيراني. وهذا يعني يطرح تساؤلات كبيرة وعميقة عن دور الحكومة العراقية وعن دور الحكومات الإقليمية وعن الموقف من هكذا تمدد، وأيضا يلقي بأسئلة صعبة على المجتمع الدولي الذي يبدو أنه أيضا أصبح عاجزا عن اتخاذ التدابير من شأنها منع تركيا من هذه الأفعال لاعتبارات مرتبطة للأسف الحاجة الشديدة إلى تمرير مستلزمات الحبوب من روسيا طيب وأوكرانيا عبر البحر الأسود نعم، إلى موانئ العالم المختلفة. هذه وأنا أظن أنه السيد أردوغان يستغل هذه. نعم أستاذ هادي، تحدثت أنه من المؤلم أن يسمح لوجود هذا العدد من القواعد التركية داخل الأراضي العراقية، لكن تقول يسمح، لكن المتحدث باسم الخارجية العراقية يقول أنه لا توجد أي اتفاقية أمنية وعسكرية مع تركيا تسمح لها بالتوغل داخل الأراضي العراقية. إذن طالما أنه ليس هناك اتفاقية أمنية تسمح وجود تركي، لماذا لا يتم التحرك عبر الطريق، عبر المجلس الأمن الدولي أو عبر الفصل السابع، أو حتى عن طريق تحرك عسكري عراقي ضد هذا التوغل؟ يعني من الصعب أن نقول أن العراق قادر على القيام بعمليات عسكرية لوقف التمدد التركي أو القيام بعمليات منع للقوات التركية من الدخول. و تعلم جيدا أن هنالك تشابك للأسف في المواقف، خاصة وأنه هنالك أيضا نوع من الاستقلالية لدى أقليم كردستان، والقوات العراقية لا تستطيع الدخول إلا بموافقة أقليم كردستان. هنالك نوع من التشابك السياسي والعسكري في هذه المناطق يصعب مهمة القوات العراقية. عدا عن ذلك، أنا لا أظن أن الحكومة العراقية في معرض القدرة على مواجهة القوات التركية، وأنها بنية القيام بأعمال عسكرية لصد الزحف التركي. القدرات العراقية محدودة في هذا الجانب. لا يمتلك العراق قدرات عسكرية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالقوة الجوية والصواريخ، ولا يمتلك القدرة على فرض قواعد اشتباك في هذه المنطقة بالذات. وأيضا هنالك تفاهمات دولية تسمح لتركيا بالتغلغل داخل الأراضي العراقية، وتعتمد تركيا على مذكرة تفاهم قديمة منذ الثمانينيات في دخولها إلى عمق الأراضي العراقية. وبالتالي اتخاذ حزب العمال الكردستاني أو مجموعات قتالية في هذه المناطق كمسوغ للدخول إلى الأراضي العراقية والقيام بعمليات عسكرية ونصب بطاريات صواريخ ومدفعية وقواعد عسكرية، أعتقد أنه طيب أستاذ هادي، يعني تحدثت عن وجود مذكرة الظرف تفاهم الدولي الذي بين العراق وتركيا منذ عهد الثمانينات، إذن واليوم بعد استهدافات متعددة لقواعد الجيش التركي في إقليم كردستان، هل نحن أمام مرحلة وعنوان جديد مختلف عن السابق؟ يعني المشكلة أنه الذي يقوم بضرب القوات التركية هو ليس الجيش العراقي النظامي الرسمي، هنالك فصائل عراقية مسلحة تقوم بضرب القواعد العسكرية التركية، وهي تعلن ذلك صراحة وتقول نحن نرد على التدخل التركي. إذن هنالك نوع من التقاطع، وكأننا في إطار قرار ليس مركزيا، أي أنه لا يوجد تفاهم داخل بغداد على طريقة مواجهة التمدد التركي أو القصف التركي للأراضي العراقية والاعتداءات المتكررة. والمشكلة أنه هذه الاعتداءات لا تأتي من تركيا وحدها، تأتي من دول أخرى متعددة، خاصة أنه هنالك كما تعلم مثلث قنديل، يعني الذي هو تشابك بين الأراضي العراقية والتركية والإيرانية، وفيه تواجد عسكري ومعارك تحدث بين حين وآخر، وهو
ايضا امر لافت ان المجتمع الدولي لا يتخذ تدابير لانه يحتاج الى تركيا في هذه المرحله، واعتقد كما قلت ان تركيا تستغل ذلك، والحكومه العراقيه تدرك تماما ان تركيا في هذه المرحله أشكرك. تمتلك اوراق لعب وادوات اكثر مما تمتلك الحكومه العراقيه، والحكومه العراقيه تعتقد ان المجتمع الدولي لن يستجيب لها في هذا الملف، يعني ولا اعتقد انه نعم سيقدم أشكرك الكثير أستاذ هادي. للعراق. نعم أشكرك جزيل الشكر من بغداد هادي مرعي رئيس رابطة المحللين السياسيين العراقيين، شكرا لك.